النص عارفين وشنق أخذوا الكراسي وخذوا المناصب واتركوا لي الوطن. أنا يكفيني أن أعمل جديدا للوطن. إنما المنصب مشكلة بالنسبة لي. وزير الثقافة هو الذي يدير الثقافة أو يصنع بلان خريطة الثقافة في مصر وحوله إزاي، ولكن الفنان هو الذي يصنع الثقافة. فأنا لا أستطيع أن أحمي نفسي من صناعة الثقافة. ثانيا، كيف أكون وزيرا للثقافة وأريد ويسلب حريتي أو يسلب رأيي؟ كيف يعيني إبراهيم محلب مثلا رئيس وزراء وزير الثقافة وأنا عايز أهم تاني ينصر؟ إزاي أروح المسرح بالليل عشان أعمل مسرحية ضد سياسة الدولة أو أخطاء في الدولة؟ فيبقى اتحرمت حقيقة الأمر من حقي في إني أقول رأيي.